ربما مصيدين للحصول على شهادة تأهيل تمكنهم من الحصول على رخصة صيد، أين حصل أزيد من 6000 صياد على المستوى الوطني على هذه الرخصة. التفاصيل مع طارق دريدي وهدى بالقاسم. أكثر من 6000 صياد عبر التراب الوطني استفادوا من رخصة صياد بعد عام من فتح الباب للحصول على شهادة تأهيل لحيازة رخصة الصيد التي توقفت عملية منحها منذ أكثر من 25 سنة. ما يخص تكوين الصيادين اللي هم اكثر من رغبه وشاركوا في تكوين الصيد باش حصلوا على رخصه الصيد، راها عندنا اكثر من 6000 صياد لحد الان، والحمد لله كان عندنا مشكل باش يشاركوا في 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 الباتي ادمينستراتيف او كما دي الشائر او الحيوانات الضاله، ولا كان عندنا مشكل كان الناس هذا تمارس الصيد هذا بدون رخصه، ونعرف المشرع الجزائري يقول لي لازم تكون عندك رخصه صيد كما بين القنص او الصيد، وكانت كي تصير مشكله وتقدموا للعداله، القاضي يطلب اول حاجه يطلب رخصه الصيد، ما يطلبش اناريتي ولا حاجه، كيما شكون على هذا احنا طلبنا منهم الان باش يقدوا يحصلوا على الشهاده التاهيليه كوم ريسيبي سيستان شاشر كاليفي، دونك هادو يقدوا يلبيوا الطلبات المسؤولين باش يقوموا بهذا التقرير من الحيوان الضاله. المحافظه على الثروه الحيوانيه من خلال القضاء على الصيد العشوائي الذي انتشر منذ تسعينيات القرن الماضي، والحفاظ على موطن الثروة الحيوانية من خلال انتهاج نهج علمي لضمان بقائها. القضاء على الصيد العشوائي باعتبار أن فترة الصيد توقفت منذ التسعينات، وظهر هناك صيد عشوائي، وأصبحت هناك شريحة من الشباب اللي ما تلقاش كما نقولوا حنايا الطرق الصحيحة للصيد أو ثقافة الصيد من الصيادين القدماء، فنتج لدينا جيل محب للقتل. عملية تكوين من شأنها أن تعيد الحياة للكثير من الغابات الجزائرية التي تعيش على وقع فوضى الصيد العشوائي الذي أدى إلى اختلال كبير في النظام الغابي.